السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكل أشقائنا في البلدان العربية الإسلامية، تحية طيبة مباركة كذلك لجاليتنا العربية المشتركة في الخارج. غدا الأربعاء ستكون مراقبة هلال شهر شوال بالنسبة للمغرب، سيكون عيد الفطر إن شاء الله، ربما الخميس ربما الجمعة لا ندري. عموما حسب رؤية الهلال سيكون عيد الفطر إن شاء الله، وعيد الفطر وعيدنا عيد الفطر نفرح فيه، نعم نفرح لأننا صمنا رمضان، نفرح يوم العيد لأننا أدينا هذا الفرض الذي فرضه الله علينا واستجبنا له، نفرح يوم العيد لأننا صمنا رمضان قياما واحتسابا وتقربا وعبادة لله سبحانه وتعالى، وليس نفرح يوم العيد لأننا سنعود للأكل. صحيح يوم العيد سيلبس الناس يعني أجمل الثياب، وطبعا سيتناولون أجمل المأكولات، صحيح نعم، لكن يجب أن يرشدوا هذه الأشياء، يعني الأكل أن يكون ترشيد في الأكل. فبعض الأشياء التي يعني سنتكلم عنها في هذه الحلقة ويجب أن يتجنبها الناس يوم العيد. فنلاحظ أن يوم العيد تكون الحلويات، العيد دائما يكون بالحلويات الآن، أما من قبل كان بالنشويات، كان بالخبز، لكن الآن مع الأسف الشديد كل النساء تجتهد يعني أسبوع قبل العيد، وهذه هي العادات السيئة التي تكلمنا عنها، لأن العادات يعني تظهر في المناسبات، العادات يعني دائما تجد مرتعها في المناسبات، في الأعياد وفي الأفراح وفي الأعراس وفي رمضان، دائما العادات السيئة تكون في المناسبات. فمع الأسف كثير من النساء الآن هيأت حلويات، حلويات الفرن، حلويات الهلال وكعب الغزال وهذه الأشياء، هذه حلويات الفرن، هذه عادة سيئة في المغرب مع الأسف الشديد، وليس في المغرب، في كل البلدان كثير من النساء حتى جاليتنا في الخارج كذلك. فهناك من اشترى أو اقتنى، وهناك من هيأ هذه الحلويات وخزنها ليوم العيد كمية كبيرة طبعا، وهذه ليوم العيد دائما تكون وجبة العيد، دائما تطبعها السكريات، يكون فيها حلويات ويكون فيها سكريات بكثرة، سيتناول الناس سكريات بكثرة، سكريات فيها طاقة، هذه الحلويات تهيأ من سكريات، سكر أبيض مع دقيق أبيض مع زيت مع بعض المضافات. النساء تعلم جيد بأن هذه هي أعداء القولون، العدو اللدود للقولون هو السكر الأبيض والدقيق الأبيض، وهذه الأشياء التي تضيفها النساء لهذه الحلويات، هذا مشكل. فيوم العيد تكون حلويات بكثرة، يكون السكر بكثرة يوم العيد، يخلط الناس الأكل، يأكلون كثير ويأكلون لمدة طويلة، ثلاث أربع ساعات يأكلون، يشربون ربما شاي ربما قهوة ربما لا أدري يوم العيد. ثم هناك من سيتناول وجبة غداء، يوم العيد لا يكون وجبة الغداء، يوم العيد تجنبوا وجبة الغداء، يوم العيد تجنبوا وجبة وسط النهار، تجنبوا اللحوم يوم العيد، المعدة كانت في راحة، وحتى هذه الحلويات من الأحسن، من الأحسن أن لا يفرح الناس يوم العيد بالحلويات، أن يفرحوا بالفواكه، أن يفرحوا بطعام الجنة، طعام الجنة هو الفواكه، أن يفرحوا بالفواكه، تمر ولوز وجوز وتفاح وموز، جميع الفواكه جيدة، تين وزبيب وأشياء، هذه الفواكه هي التي يجب أن يفرح بها الناس يوم العيد، تناولوا فواكه واشربوا ماء، لا تكون وجبة الغداء، لا تكون وجبة الغداء. ثم في المساء يعني من الأحسن أن يفطر الناس صباح بماء وتمر فواكه، اشربوا ماء ويعني ماء وتمر مع الصباح، ثم فواكه، يتناولوا فواكه، يتناولوا شاي، يتناولوا يعني مشروبات، لما لا، ليست مشروبات غازية، مشروبات طبيعية، يتناولوا شاي، يتناولوا عصير، يتناولوا أي شاي أعشاب وأشياء هكذا يشربوها، نعم يوم العيد جيد. ثم أن يتوقفوا عن الأكل، وأن لا يكون يعني غداء يوم العيد، لا يكون وجبة الغداء وجبة النهار، ولا يكون لحم، وأن لا يكون دسم يوم العيد. ثم في المساء ممكن أن يأكل الناس، ولكن أن يأكلوا يعني قبل غروب الشمس، يعني ما الذين سيصومون شوال، طبعا يجب أن لا يكثروا الأكل يوم العيد، الذين سيصومون شوال سيكمل الطريق، الذين لا يصومون شوال فيجب على الأقل أن يعودوا الجسم للرجوع للأكل يعني تدريجيا، ثلاث أيام وأربعة أيام وخمسة أيام، أن لا يكثر الناس الأكل، وأن لا يتناولوا أشياء
قوية على المعدة. هذه نشويات ويعني دقيق أبيض ولحوم، كذلك يعني الألبان، هذه الأجبان. فيوم العيد الذين سيكثرون الحلويات وسيأكلون بكثرة، لأنهم يوم فرحتهم يوم العيد، لأنهم يعودون للأكل فقط. إذا كانت فرحتهم يوم العيد فقط لأنهم سيأكلون، سيتناولون أكل كثير، سيخلطون، سيملؤون المعدة، ستنتفخ، سيكون ارتخاء، كسل، مغص، ألم رأس، تجشؤات، ربما تقيؤات، وربما من سيذهب إلى المستعجلات. الذين لديهم بعض الأمراض سيذهبون إلى المستعجلات، لأن كثير من الأشياء فيها ملح، يعني السكر سيكون طاغي، السكر سيطغى يوم العيد، يعني دائما السكر يطغى يوم العيد، ليس سكريات، السكر أتكلم عن السكر أبيض الذي يستعمل في الحلويات، أما سكريات الفواكه فلا تضمن، يعني التمر والتين وزبيب ولوز وجوز وأشياء، هذه الفواكه الطرية الآن ربما تكون فواكه طرية يعني في السوق. فواكه طرية كذلك يتناولها الناس يوم العيد، تناولوا طعام الجنة، تناولوا الفواكه يوم العيد، واشربوا ماء فقط فقط. فهذه فرحة العيد يعني مع الأسف الشديد تؤدي بالناس إلى كثرة الأكل، ولأنهم يعني كانوا صائمين وكأنهم يعني أطلق سراحهم لكي يعودوا للأكل، ثم يعودون للأكل فجأة واحدة، ثم يصابوا بأمراض يوم العيد. يوم العيد سيكون مغص وسوء الهضم وعدم هضم وتقيؤات وإسهالات وارتخاء وكسل وآلام الرأس الحادة وانتفاخ في البطن وانتفاخ المعدة وحرج وأشياء، غازات وأشياء يوم العيد. يوم العيد تجنبوا وجبة الغداء يوم العيد، لا يكون وجبة يعني كما تتغدوا في الأيام الأخرى، يعني فيها لحوم وفيها أشياء. أن يفطر الناس بفواكه بماء وتمر الصباح، يعني صلاة العيد، ثم يعني يتناول الناس فواكه، تناولوا خبائز، لما لا، خبائز بزيت الزيتون، خبائز مع هكذا كان العيد من قبل في المغرب، كانت خبائز بزيت الزيتون، زيت الزيتون، عسل، يعني وربما تكون يعني في الأطلس، يعني المناطق الأطلس الكبير والمتوسط يعني وحتى الريف، كان الناس يعني يوم العيد يكون هذا الهربل والبركوكش، كان يكون خبائز مثل البغرير، خبائز يعني متخمرة طبعا، معها عسل ومعها زيت الزيتون أو معها سمن، هكذا كان يكون العيد من قبل. كان يتناولون في الصباح هذه الوجبة، والناس يذهبون، لأن كان الفلاحون والمزارعون والحرفيون يذهبون إلى عملهم، لا يكون أكل ولا يكون تجمعات على الحلويات طول النهار، لا لا، لم يكن معروف في المغرب هذه الأشياء. فحذاري، هناك من سيصاب ببعض الأمراض يوم العيد. الذين كانوا أحسوا بتحسن، كانت لهم جرثومة المعدة وأحسوا بتحسن، يجب أن ينتبهوا. والذين كانت لديهم قولون، يعني هذا تقرحات على مستوى القولون وانتفاخات وغازات وأحسوا بتحسن، أن ينتبهوا يوم العيد، أن يشربوا ماء دافئ مع الصباح، أن يشربوا ماء دافئ مع الصباح، ثم يتناولوا بعض الفواكه، ربما حتى بعض الخضر، لملا، حتى بعض السلطات، لملا، بعض الخبائز إذا كانت متخمرة وجيدة ومع شيء من زيت الزيتون، نعم، هذه أشياء كلها ممكن يأكلها الناس، لكن كثرة الحلويات وكثرة هذه الأشياء، يعني النساء الآن يعني هيأت حلويات العيد، لا لا، هذه عادة سيئة، لا يمكن للنساء ألا تهيئ، هناك من اشترى هذه الحلويات ولا يدري كيف تهيأت ولا يدري ما فيها. كثير من الناس الآن يشترون حلويات من المخبزات، يعني هذه حلوة الفرن، هذه في المغرب، هذه العادة السيئة، هذه العادة السيئة، يعني انظروا، يعني لم نقدر الآن على التخلص من الشباكية، هذه الزلابية، الناس غير قادرين على التخلص من الشباكية والزلابية، وهي سبب، يعني هي سبب يعني تخريب الجهاز الهضمي، هي سبب تعاسة الناس، هي هذه الحلوية، الحلوى الشباكية والزلابية في رمضان. طبعا في رمضان حذرنا الناس منها، بدأ الناس عليهم، بدأ الناس يتراجعون، الحمد لله هناك تحسن، لكن العيد لا زال هناك هذه حلوى الفرن، هذه الهلال وكعب الغزال وهذه المصائب، لا زالت هذه العادة. لماذا لا يكون خبائز متخمرة جيدة جميلة، نعم، ويكون معها زيت زيتون، يكون معها عسل، يكون معها سمن، يكون معها أشياء، يكون معها تمر ولوز وجوز وفواكه وأشياء، ثم يفطر الناس بمائدة نظيفة جيدة قوية، ويتناول وجبة الفطور، ثم ينتهوا عن الأكل، يشربوا ماء، يشربوا شاي، يشربوا أشياء، ألا تكون وجبة وسط النهار، ألا تكون وجبة وسط النهار، يعني أحذر، ألا تكون وجبة وسط النهار، لأن كثير من الناس سيحسون بحرج وسيذهبون إلى المستشفى وسيتصلون بالطبيب، فقط يعني لأن المعدة، يعني الجسم تعود على الصيام، ثم يعود دفعة واحدة فجأة للأكل، يعني وكأن هذا الشخص يعني كان يعني مربوط يعني بالحبال أطلق سراحه، ثم يعود للأكل، ثم سيخرب معدته وسيخرب كل شيء، وليس المعدة فقط.
فاني يعني ان ترشح له الاشياء. نعم يوم العيد نفرح نعم، لكن يجب ان يكون هناك ترشيد لهذه الاشياء. فالفرح يوم العيد هو الفرح لاننا صمنا رمضان وليس لاننا سنعود للاكل. اما الاكل فهو غريزه الانسان، الانسان ياكل دائما ليل نهار، هذه سياكل الانسان. هذه هي الاشياء التي يجب ان ينتبه لها الناس يوم العيد لكي لا يكون ارتخاء، لكي لا يكون كسل، لكي لا يكون نوم، لكي لا يكون تجشع، لكي لا يكون تقيؤ، لكي لا يكون اسهالات، لكي لا يكون انتفاخ المعده، لكي يكون مغص الام في المعده في الامعاء، لكي لا يذهب الناس الى المستعجلات فقط. لكي نلخص هذه الاشياء، ان يكون هذا العيد ان شاء الله وعيد مبارك سعيد لكل الناس، وهذا عيدنا ونفرح بهذا العيد ونفرح لاننا صمنا رمضان. هذا عيدنا، عيد الفطر هو عيدنا. وسيلقى هذا العيد ان شاء الله، وسيلقى رمضان ما بقي الليل والنهار. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.